مرحبا بكم أيها الأحبة، وهذه الساعة المباركة. موعدنا اليوم ما شاء الله قلنا لكم احتمال 12 ونص، فعلا 12 ونص الآن، لذلك راح نستقبل أسئلتكم. اسألني سؤال أيضا، هذه الساعة المباركة. نبدأ نحط زين، خلينا ندز هذا هني اللايف، بنحط المقالة هني. اسألني سؤال. يا مرحبا فيكم، هذه الساعة المباركة. جماعة التيك توك، يا مرحبا فيكم وأهلا وسهلا فيكم، عدنا لكم مرة أخرى. كل يوم عندنا لايف الساعة 12:30، خلاص مبين الواضح أن اليوتيوب لايف، اللايف مال اليوتيوب من 12 يبيلهم نص ساعة، ف 12:30 نخليكم ويانا إن شاء الله، ومفتوحة لكم لوحدة وربع، نعطيكم ساعة إلا ربع، بين قوسين ساعة إلا ربع. It's too much over، لأنكم تستاهلون إن نمدد لكم أكثر من اليوتيوب. اليوتيوب نص ساعة، أنتم فوقهم زيادة ربع ساعة، وهذه الساعة المباركة وأسئلتي موجودة وأنا بخدمتكم، وأنا أستمتع لما أسمع أسئلتكم الحلوة الإيجابية والنقد البناء. وهذه الساعة المباركة موجود مهندس مطلق دعيج ويحييكم اليوم، وأسعد الله مساءكم متابعيني اللطفاء. نستقبل أسئلتكم الجميلة. عندك أي سؤال عن البنيان؟ الله يقويك يا مرحبا، جزاك الله خير، يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا فيكم في الجميع. التيك توك راح بإذن الله أقلبه فوق تحت. التيك توك هذا بدل ما أخليه حق الخبال وحق الكلام الخرابيط اللي ما منه نفعه، راح أخليه فوق إلى الأفضل، ويكون إيجابي ويكون جميل ومفيد بحد ذاته. لذلك مهندس مطلق دعيج يقدم لكم نفسه، وأي أسئلة في البنيان، قسايم مدينة المطلع، جنوب عبد الله المبارك، المناطق الجديدة، أسئلة شاليهات البحر، أبو الحصانية. واحد سألني سؤال غريب في أبو الحصانية، يقول ما في سرداب ما يصير؟ قلت ما يصير، بيت هذا شاري قاط فيه ملايين، يجيك ويقول لك والله السرداب ممنوع، ليش؟ شو في شيء يعني؟ ماني عارف والله. لذلك نستقبل منكم الأسئلة الجميلة، وهذه الساعة المباركة أهلا وسهلا. طبعا الآن حاليا قاعدين ندشون بقوة، متابعيني قاعدين ندشون بقوة، لذلك ندردش وياكم. هل استفدتم من المهندس مطلق دعيج صراحة، خاصة اللي شابك وياي؟ هذا الحين يمكن رابع بث، ثالث بث هذا. هل استفدتم؟ أبي يعني ندردش وياكم، هل استفدتم من اللايف اللي أطلع فيه ولا ما استفدتم؟ أبي بس يعني يس نو، نعم أو لا، يعني ما تكلف كاذي، بس تطبع هل استفدت فعلا ولا لا. زين، نحط لكم السؤال ونقول لكم هل استفدتم، هل استفدتم مني؟ هذا طبعا السؤال عشان نشوف هل استفدتم مني، راحت حتى بالغلط، اكيد استفدت. ممتاز، جزاك الله خير، ضروري تقول لي. تفضل، حاضر، خوش محتوى يا ابو دجاج، هذه سنه مباركه. بيتي في اشبيليا 3 ادوار. لا تقول لي بيتك وين عشان يعني خلها عامه، بيتي لان البنيان كله في الكويت نفس السعر ترى. بيتي في اشبيليا 3 ادوار وسرداب عادي، ابني دور رابع. انت بنيت خلصت؟ ها، اذا بنيت 3 ادوار، لحظه، 3 ادوار وسرداب ولا شنو؟ 3 ادوار وسرداب. شوف، اذا بنيت 3 ادوار وسرداب عندك تسوي فيه ملحق، حاول يعني تصير انت يعني ذكي شويه، لا تلفت انظار الناس اللي حواليك، بعدين يصير مشاكل شويه. حاول تخلي السور نفس ما هو، خذها مني عشان ما تكلف على نفسك. ها، السطح اولا لازم تقول لي في مكان تكييف، اذا في مكاين تكييف مشكله، لازم تطلع الناس اللي في الدور الثاني عشان تشيل المكاين، او تخلي المكاين وتسوي دور مصقر حليله متشكنم نفس الملحق، حلو، شقتين صغار، وافضل من انك تكسر السور والمكاين ترفعها وقصه، فالامر لك يعني. نشوف السؤال اللي بعده. زين، جزاكم الله خير، انتم ايجابيين ما شاء الله، الطاقه فيكم ايجابيه. زين، إذا نص سرداب كيف تكون التكلفة؟
شوف أقولكم قصة. في واحد كان طالع له قسيمة في مكان ما بيعلمكم عساس ما ينكشف أمره. كان طالع وباني دورين والسرداب نص بس. يا أخي والله يا جماعة يعني مع الأسف طافني أشياء مفيدة جدا. يعني ما كنت على السوشيال ميديا، يعني ما كنت مؤمن بقدرة إن السوشيال ميديا يعني لها نفوذ قوي مو طبيعي. يعني إعلان حق الشخص الناجح اللي عنده محتوى جميل. لذلك تأخرت والله جدا يا أخوان، ولا والله كان موجود نص سرداب. لحد الآن ما شفت نص سرداب. أحاول أشوف أي واحد يبني نص سرداب لو أعطيه مبلغ فلوس بس أبصور السرداب هذا بشوف داخل، ما حصلت، كله سراديب كاملة. لذلك النص سرداب طافني والله، التوثيق ماله طافني. طبعا قبل عشر سنوات ما يمديني، ما كانت عندي قناة. عندي قناة 2012 بس كذي من الله ما كنت أستخدمها، مهملة. لذلك أنا توني ترى على اليوتيوب، على التيك توك توني ترى شهر واحد منظم ما شاء الله 15,000 الآن. فخيرة التيك توك أصلا توه طالع، ما صار له سنة في الكويت. فسبحان الله على اليوتيوب كان باستطاعتي، لكن سبحان الله حتى أذكر كنت عندي قناة على اليوتيوب بس ما كنت يعني مفعلها حيل، يعني أحط فيها مقاطع. لذلك طاف النص السرداب هذا، ولا كان يعني أعطيكم فيه مقاطع جميلة تشوفون شنو مكوناته اللي داخل. أعتقد في واحد من الجماعة عنده نص السرداب، والله توني أتذكر في واحد في منطقة أم الهيمان أعرفه عنده نص السرداب، راح أوريكم إياه، أصور راح أتصل عليه إن شاء الله وأسوي المقطع عندكم في اليوتيوب وأدزلكم. شو رأيكم؟ بس بعد رمضان، لأن رمضان والله قلت لكم أطلع لايف أفضل من أني أسوي المقطع، لأن المقطع صراحة يأخذ مني 4 ساعات مونتاج وتحط ما أدري إيش وتوثقه، متعب ترى المونتاج، ترى متعب. أنتوا عشان تدي الناس لما يقولكم على اليوتيوب لا تنسى اللايك وفعل زر التنبيهات وهذا، لأن قاعدين يتعبون يبون حافز الناس يدعمونهم، يتعبون والله يا أخوان في المونتاج. أنتوا ما تشوفون، شوف الخلفية الخضراء هذه وراي، ترى هذه اللي أقدر أسوي فيها مثلا منظر طبيعي شلال، بدونها ما يعتبر مو شيء الاستديو مالي. لذلك هذا شيء احترافي، هذه كرومة خضرة مو عشان يعني شيء ثاني. الكرومة الخضرة تصير عكس ألوان الإنسان فتقدر تحط فيها خلفيات جميلة. لذلك يا أخوان متعبة، شغل المونتاج متعبة، لكن أنا أحب الشغلة هذه. بس بعد رمضان إن شاء الله أعطيكم المقاطع اللي من النوع الثقيل والعيار الثقيل. عندي كم قسيمة إن شاء الله في المطلع راح أشرف عليها، وجنوب عبد الله المبارك ومنطقة القصور أيضا عندي قسيمة، أنتظر صاحبها يخلص من المخطط إن شاء الله، وعلمته وصححت له بعض الأخطاء إن شاء الله. راح نعطيكم كل شيء لايف، وبعض المرات الظاهر يمكن ما راح نحط مونتاج، نسويها بسناب ونضبطها ونحطها لكم فريش على الهواء مباشرة. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. لذلك نص السرداب أنا لقيته موجود، نص السرداب راح أستأذن من صاحبها في أم الهيمان بس بعد رمضان، صبروا علي شوية، بعد رمضان راح أصورها لكم وأجيبها لكم. نص سرداب عاد فيها أعتقد فيه دواوين أو صالة كذي. السؤال اللي بعده، راحت الأسئلة. دورين وسرداب ونص 960 كم يكلف؟ كلهم 960؟ السرداب مو من ضمن الحسبة، لأن دورين ونص بعد، دورين ونص. شوف انت ما تقول 960 حقيقة في 400 متر انت بانيها، فلذلك ضيف 960 مع 400 يصير 1300 إلا، ف 1300 راح يصير حسبتها من 140 إلى 160، وفي العادة راح تجيك تحوش ال 150 تقريبا، 150 مو 140 حقيقة، 140 بالنازل حيل وما راح تحصله. لذلك 150 ألف إلى 153,000 بإذن الله، هذا التشطيب المفتاح. فحضر نفسك أنت، الميزانية لازم تكون عندك 150,000. إذا عندك ميزانية 140,000 تمام، 10,000 مقدور عليها. زين نروح السؤال، والله يا جماعة ظهري راح فيها. أنا سويت على فكرة أخوان، نسيت أذكركم، سويت لايف على الإنستغرام قبل شوي مدة 42 دقيقة. لذلك خلص من انستغرام 42 دقيقة، بعدين لايف على اليوتيوب نص ساعة، وبعدين الآن أنتم شوفوا شلون ظهري قام يعورني، يا الله ألحق يعني أستمر وياكم، لكن تستاهلون.
من زين السؤال اللي بعده. زين الآن اللي داشين عندنا 20 واحد. في مكاين تكييف وين في مكاين تكييف؟ هذه سؤالك شنو مكاين تكييف؟ تكييف رد اسأل عدل مرة ثانية عشان أعرف وين في مكان تكييف. وين كم يكلف بناء الدور الرابع؟ شيء مرتب وقوي. الدور الرابع شيء مرتب. في واحد بنيت له قبل 4 شهور الدور الرابع بس على الداير في مسافة يعني 1.70 متر ارتداد، كلفه 19,700 دينار، يعني من 20,000 إلى 23,000 راح يكلفك الدور كامل. ها شو رايك؟ ساندويتش بانل هل هو مكلف ام الخرسانه بالنسبه لمزارع العبد؟ اوه اكيد مزارع العبد لي ساندويتش بانل ممتاز. الساندويتش بانل يا اخوانا بعرفكم فيه، هي عباره عن الواحد، جزاك الله خير صاحب الورده، منو صاحب الورده هذا اللي اعطاني؟ جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك، شكرا لكم. لذلك يا اخوان الساندويتش بانل عباره عن الومنيوم، والومنيوم اقياس من 5 سنتي الى 7 سنتي، بالنص فوم رشه امريكيه فوم، ومكبوس عليه صفائح الومنيوم من الداخل ومن الخارج، بس هذا هو. يعني نفس الثلاجات هذه اللي تشيل اللحوم، الشاحنات اللي تشيل ثلاجات اللحوم لما تبطل الباب داخل بارد حيل، هذا هو ساندويتش بانل حق مزارع الوفره يصلح. في ناس والله يشتغلون فيها، في ناس يسوونها في، شفتها في المسيله والمسايل، وشفتها في ابو فطيره يسوون دور رابع في ساندويتش بانل عشان يقولون سبحان الله صار شيء ولا شيء نشيلها شلاعيه بسهوله. حلو ساندويتش بانل حراره ممتاز وعملي وخفيف وشغله بسيط، بس ها السقف ما تقدر تسوي ديكور يعني يصير مربع، بس في يعني تطور، يعني في شركات جميله ايضا. ففكره الساندويتش بانل حق المزارع جميل جدا. زين جاوبنا، نحاول نرد على اكثر قدر من الاسئله. كم يكلف؟ لا هذا خلصنا الساندويتش بانل خلصنا. في اسئله بعد سرداب دورين، هذا خلصنا. سرداب ودورين وخدمات مسطح البنيان 1080، سرداب ودورين 3600، صح هذه حسبتك زينة، سرداب ودورين 1080 هذه فعلا. طبعا السرداب مو من ضمن الحسبة، بس انت جزاك الله خير حاطة مرة واحدة 1080 وخدمات، مو مشكلة. كم يكلف؟ يطلع يعني من 110 إلى 130 ألف، من 110 إلى 130 ألف، لكن الغالب توصل ل 20,000 جرانتي، 120,000 جرانتي. السؤال اللي بعده، يا مرحبا فيكم. ما ادري الاسئله هذه شلون صايره متعبه صراحه، لازم عندي شغله ثانيه. اذا نص سرداب كيف تكون التكلفه؟ نص سرداب يعني اذا السرداب 30,000، وفي ناس يقولون لا ما يوصل 30,000، في ناس يقولون 50,000. لذلك انا اقول السرداب الكامل 30,000 اذا عندك مهندس مشرف ممتاز راح يوفر لك 30,000، ونص نص سرداب يصير 15,000. يلا ننتقل الى فوق الحين، رسائل 13 رساله نشوفها في شيء. لذلك النص سرداب اكيد بيكلفك 15,000 دينار فقط. طبعا الناس يقولون 50,000، على ايش 50,000؟ انت حاسب لي القواعد، القواعد هي نفسها مرتبة قسمة على 3 أدوار والدورين يطلع لك ولا شيء. القواعد يعتبر دور عادي طبيعي، اللهم بس الحوائط الخرسانية. السرداب ترى عادي، very simple, it's not that يعني big deal. مجرد الحوائط الخرسانية هذه المكلفة، الباقي ما عليك من اللي يقولك والله يوصل 50,000، لا مو صحيح. شيل القواعد دور عادي، والقواعد هذه وزعها على الأدوار كلها يصير نفس الحسبة. هذا باختصار. أنا صراحة يحزنني ويغضبني إنه لما يجي واحد يقول السرداب 50,000، عسى ما شر شنو بانينا. السرداب عبارة عن دور ونص، أنا وياك السرداب دور ونص، النص دور هذا عبارة عن الحوائط الخرسانية هذه بس. نشوف الأسئلة اللي بعدها بعد. لذلك يا أخوان يعني الواحد لا يهول من سالفة السرداب. أنا نجار ودشيت استبدال. يا هلا يا استاذنا، ويانا نجار ودشيت باستفد. هذه الساعة المباركة، كم تكلفة بناء دور
رابع 500 متر. 500 متر يضربها في 100 بالنازل 50,000، 500 في 100 50,000، 50,000 والله واجد هذا 500 متر، راح يصير 50,000 إلى 55,000، ولكن حقيقة ربما يزيد 57,000 دينار، لأن في تكسير، عندك التكسير في الدور السطح ترى مشاكله، مشاكله واجد مشاكله، لأن راح يصير فيه بايبات تغذية، وراح يصير فيه وايرات حق الديبيات التكييف ومكاين تكييف. طبعا أنا أقول لك ال 500 متر إذا عندك المكاين بس مكينتين مثلا، أو بعيدة عن الأماكن اللي أنت بتبني فيها، حاول تسوي ارتداد في السطح عشان توفر على نفسك، لا تكسر السور السطح، وخلى متشكنا بحلو نفس الملحق لطيف جميل، وأيضا السور موجود مال السطح من نفس ما هو. وإذا ما في مكاين ممتاز تبني على كيف، إذا في مكاين تقلل المساحة أفضل من أنك تكسر السور السطح وتشيل وحدة المكاين التكييف وتصعد فوق، مكلفة جدا، وتشيل الخزانات المياه إذا ما عندك كنقية سطح مشكلة. فلذلك حاول تسوي مصقر، دور مصقر، لأنك عندك 500 متر، فمو معقول تسوي 500 متر لأن ترى راح يكلفك 57,000 دينار. زين اللي بعده، زين ممتاز. حاليا اللي ويانا 30 مشترك، تمام ممتاز. أبوي عنده أرض بالمطلع، فيدور شركة معتمدة تبني له، من وجهة نظرك أي شركة طال عمرك؟ والله هني ما بي أسوي دعاية حق أي شركة، لأن محسوبة علي، إذا سويت اسم الشركة هذا محسوب علي، ما أقدر أقولك إلا إذا تبدش علي الخاص. إيه هني مانعنا الدعايات حق الشركات عشان ما أتورط فيها في النهاية، لذلك تقدر تراسلني على الخاص على الواتساب 99-717-435، مرة ثانية 99-717-435، تراسل لي واتساب وأقول لك أسامي شركات، ولو إن ما عندي يعني صراحة أسامي شركات على المفتاح فيها علامة إن صراحة فيها مشاكل. فأنت لما تأخذ خلك مثلا تبني الهيكل الخرساني، خلصنا هذا عقد الحالة، بعدين تبلش في الصحي، طبعا لا الصحي والكهربائي ويا الهيكل الخرساني والدكتات بعد مره واحده، الدكتات طبعا الشركه تجي، لكن الصحي والكهربائي لازم المقاول وياهم موجودين من اول شيء لاخر شيء، بعدين المساح الحاله عشان ما تصير في مشاكل لما تبي توقف يصير ما عليك شرط جزائي ولا على المقاول شيء ناقصه او زايد. فلذلك يعني خلى أجزاء أفضل لك أنك تأخذ مرة واحدة مكور، أنت الخسران أنت اللي تتعب، وبعدين في نهاية تعالي راح يصير فيه تأخير، ويمكن المقاول عنده قسائم ثانية يصير مفاضي لك يعني. زين السؤال اللي بعده، والله تعبت يا جماعة، تخيل من الساعة 11 إلى الساعة 1، واو ساعتين، هذه لو حصة في المدرسة ما نتحمل كذي قاعدين ثلاث ساعات. زين نروح، ما شاء الله بقوة البلاء، نروح السؤال اللي بعده، عن قيمة بناء توسعة الوفرة، توسعة الوفرة 650 مسطح البناء ومساحة الأرض 600، حلو أرضي وأول فقط، زين بس حلو، يعني راح يكلفك من 70,000، من 70,000 إلى 90,000. وفي العادة إذا شغلك مرتب زين، ما في هوردي ولا في قاعدة جار ولا في أعمدة مزروعة، راح توصل 75,000، لأن المساحة عندك هنا وين راحت المساحة لحظة 600، عفوا دقيقة، ثوان لا أنا ضيعت دخت والله، 650 مسطح البناء ومساحة الأرض 600، أوكي مسطح البنيان 650، صح كلام صحيح، راح يكلفك من 70 إلى 75,000 دينار، وفي العادة 75,000 راح يوصل 75,000، وممكن يتجاوز 80,000، ماني عارف المناطق النائية ترى ياخذون شوية يعني زيادة، فإن شاء الله 75,000 يكفيك إن شاء الله، لأنك أنت صراحة إنسان بسيط مو ماخذ زيادة، 650 متر حلو جميل. زين نشوف الأسئلة، والله رقبتي راحت، محتاج ارتاح. بنيان بيت بالعمرية 600 متر
كل دور 600 متر، 3 أدوار 600 × 3 1800 راح يكلفك من 190,000 دينار إلى 210. بسيط، ما في هوردي، حتى لو في هوردي، إذا في هوردي راح يكلفك إلى 200,000 دينار، وإذا زاد يمكن يوصل 205. فهو الرينج مالك من 190,000 إلى 210,000. عندك المبلغ هذا تفضل روح اشتغل، ما عندك لا، لازم تقلل المساحات شوية. وسلامتك. زين، أبي أبني نص دوار 400 متر، هي 200 برفعهم فوق، كم يكلف؟ طبعا هذه لازم شركة التكييف تجي تفصل لك اياهم، بعدين الكرين يشيلهم يحطهم بصوب الثاني مكان السطح اللي ما النص دور. طبعا عندك دورين، دور نص دور، الحوش الثاني تشيل المكاين هذه عن طريق شركة التكييف اللي هي مالت شركتك، تشيله وتحطه على جنب، وبعدين تبني. قبل لا تبني ولا تكيسها، انت شلت المكينتين، تروح تكيس الدكتات هذه لغايه ما تخلص من نص دور، بعدين تيجي الشركه نفسها مالتك تكمل الدكتات للسطح. وهذا طبعا عاد شوف الشركه كم تشيل، عاد تجي على كيفه، لان هذا الشغل مو جديد، فراح تزيد عليك السعر ترفيع ما ترفع. انت خليك شاطر الكرين، بعدين تشيل المكاين القديمه تحطها فوق النص دور الجديد، والشركه تجي تسوي الدكت فقط وتشبكه في المكاين التكييف. عاد كم السعر؟ اعتقد مو غالي، لان دكتين عندك ولا شيء يعني. زين، نص دور بس، هذا جاوبنا على سؤالك. زين، ابي ابن تمام. في اسئله؟ ظهري ذبحني. بيت بسعد العبد الله بكم؟ والله ما انا مو مكتب عقارات صراحه، ما ادري. بيت بسعد العبد الله شنو، حكومه ولا قسيمه؟ لازم تفصل اكثر شويه. وانا هني استشارات هندسيه، كبيع وشراء يعني ما عندي الدقه هذه، خاف اعطيك وتعتمد علي وبعدين ابتلش. زين، وين وصلنا الحين الاسئله؟ يا مرحبا. زين، نشوف الاسئله بعدها. اسئله عامه يا اخوان عن البناء، كم يكلفني بيت بسعد العبد الله؟ هذا جاوبنا. والله حسب، إذا دورين بيت حكومي غالي، ترى صار غالي، يوصل يمكن ناس ما يبيعون، يمكن يوصل 170,000 أو 200,000، صار خيالية أسعار البيوت، صارت خيالية صراحة. نشوف في الأسئلة. أبي أبني واجهة البيت الحوش 3 متر و40 بعرض. والله يا جماعة ما عاد أقدر أستوعب، خلاص تعبت والله. لأن الساعة الحين كم؟ ما قدرت أكمل قدامكم 5 دقائق، نص ساعة عطيتكم، لأن 1:15 ما أتحمل، وصلت مرحلة انهيار، أحتاج أريح. يعني كويتي أكيد، يعني كويتي. إيش رأيك يعني واحد قاعد يتكلم كذي مو كويتي؟ أكيد كويتي، كويتي وبالتأسيس بعد. أبي أبني بيت واجهة البيت الحوش 3 متر، ماني فاهم، بعرض 15، أبي أبني 3 طوابق بس البنيان الثاني والثالث، وسطح كم يكلف؟ سؤالك والله متعب، حاول تختصره شوي، ما أقدر، لا ما عاد أستوعب، حاول تحط لي بس 2 أو 3 كلمات عشان أجاوبك، لأن ما أستوعب الحوش 3 متر و40 بعرض 15، لأن ما عاد أقدر أجمع، تعبت جدا. بيت صباح الناصر 500 متر، كم يكلف دور ثالث؟ هذا أعتقد جاوبت عليه. 550,000 راح يكلفك تقريبا من 55,000 إلى 65,000، وفي العادة يوصل 60,000 راهي. عندك بيت بغرب عبد المبارك 600 متر، والله يا جماعة ما قدرت، تعبت والله. بيت بالجرتين يا جماعة أرجو والله، أحس أني دخت، تعبت والله، ما عاد استوعب والله، لأني سويت لايف على إنستغرام 40 دقيقة، اللي هو من 11 ل 12 الا ربع، وبعدين بديت 12 على اليوتيوب نص ساعة، والآن انتم ما شاء الله نص ساعة. لذلك ارجو انكم تعذروني، دايخ تعبت، ما اقدر، جسمي مو راضي يعني يساعدني اني اجاوب عليكم وافكر، فاعطيكم اسئلة بالغلط، لذلك ارجو السموحة.
خلكم ويانا بكرة الأسئلة هذه اللي ما قريتها بكرة لايف عندنا موجود من الساعة 12:30 إلى الساعة 1، وأنا بإذن الله راح أخدمكم بعيوني، يعني أحطكم بعيوني، لكن خلكم إن شاء الله بكرة 12:30 ويانا على التيك توك لايف، واللي يبي يسأل زيادة بعد على اليوتيوب، قناتي على اليوتيوب من 12 إلى 12:30. اللي ما اشترك لحد الآن بقناتي على اليوتيوب ضروري يشترك، لأن فيها مقاطع جميلة وتقدر ترجع وتقدم. هنا التيك توك ما تقدر تقدم وترجع. وين قناتي؟ شلون تروح لقناتي؟ موجود الحين لما تطلع على الصفحة الرئيسية مالت التيك توك، فوق في علامة اليوتيوب السوداء، اضغطها تحولك دايركت على قناتي اليوتيوب، اشترك، فيتحول اللون الأحمر اشتراك إلى مشترك باللون السيلفر، كذي أنت اشتركت. وفعل الجرس عشان أي إشعار يجيك، نزلت مقطع على طول يجيك إشعار، نفس الرسالة ترى المهندس مطلق دعيج نزل مقطع. وهذا في النهاية يا إخوان، والله ودي أجاوب على أسئلتكم، مو قادر أشيل نفسي، ما شاء الله أسئلة كثيرة. وفي النهاية إخواني، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تابعونا بكرة الساعة 12:30 وياكم لايف. السلام عليكم.